الحمد لله على السلامة. هي الله يسلمك يا عمتي، والله جيت عمتي الله النهارده يخليكي. عرفت من قلبه. بصوا عامله لي ايه، بصوا التورتايه اللي عمتي جايبها لي، مش فيها دبدوب كده؟ الله، الدبدوب ده بيتاكل ده كمان؟ اه صدقي شكله حلو حلو. بصوا التورته عجينه السكر جميله قوي بعجينه السكر، والتورتايه الثانيه دي جابتها لي عمتي حنان. بصوا تورتايه كده بالشوكولاته بقى، انتوا عارفين عيد الحب، فجت صدفه معايا، هم جايين يقولوا لي الف سلامه عليكي عشان العمليه، وصدفه ان عيد الحب النهارده، فجابوا لي حاجات كلها احمر في احمر. وكمان البوكيه الورد ده جابته لي حبيبتي حياه شيري، جميل جدا يا حياه شيري، وكل ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب بعد قلبك. وكمان السبت الجميل اللي سبت الشوكولاته ده جابته لي مطبخ ايمي، استنوا معلش عشان تعبانه، بس اهو مطبخ ايمي جابته لي وحاطه لي هنا كارت الف سلامه عليك يا هبه، الحمد لله على سلامتك يا رب يخليكي. وكمان الطبق الجميل ده جابته لي ام البنات، هتتعرفوا عليهم دلوقتي. وكمان الشوكولاته الحلوه دي جابتها لي مطبخ فاطمه دردشه مطابخ، معلش انا اسفه مش مركزه. وكمان الصينيه الحلوه دي جابتها لي سمر، اسرار المطبخ مع سمر. وكمان هنا الشوكولاته دي جابتها لي ام بنصين، بجد فرحوا قلبي النهارده باللي هم عاملينه ده. فجاه كده نايمه تعبانه لقيتهم داخلين عليا بالحاجات دي، النهارده عيد الحب وجايين نفرحك ونقول لك الحمد لله على سلامتك. فتعالوا اعرفك بقى على الناس اللي موجوده معانا. حياه شيري، اهلا بيكم، الحمد لله على سلامه هبه، يا رب دايما مجموعين في الفرح يا رب. يا رب امين يا رب امين يا رب. الحمد لله على سلامتك يا هبه، وان شاء الله اللي جاي احسن يا حبيبه قلبي، تسلمي بخير والله يا رب. ام بنسين ربنا يا رب يكمل شفاكي على خير يا حبيبتي، احنا والله مبسوطين اللي احنا معاكي يا رب، ان شاء الله المره الجايه نجيلك في حاجه احسن من كده ان شاء الله ان شاء الله. وكمان سمر يا سلام، طبعا يا هبه انا فرحانه، وهي صدفه جميله تعرفنا على ناس جميله برده، واهلك اجمل ناس والله ما شاء الله، ربنا يخليك. والله يوم مش مترتب مش مترتب والله يا جماعه، احنا جايين نبص على هبه متاخرنا طبعا، بس كل ما نتصل بزينب بنقول لها يا بنتي نيجي، تقول استنوا لما تخف شويه عشان تعرف تتكلم معاك، لانها كانت تعبانه خالص. فالف سلام عليكي يا حبيبتي، واحنا مبسوطين ان احنا تعرفنا عليك يا جماعه. والله هم قاعدين ولقينا ام بنصي جت، وبعدها عمتي جت، واتجمعنا وخالتي جت. عالم بودة وتوتة عاملين ايه؟ انا منوره في قناه سوسو. الله يخليكي الله يخليكي، ربنا يديك الصحه معلش يا هبه، ربنا يخليكي. لا ما تقوليش كده، واسفه جدا على منظرك. معلش معلش، بس الناس عايزه تطمن عليكي فاحنا بنطمنهم بس. خير والله الحمد لله يا رب. امين يا رب، وربنا يكمل شفاكي على خير يا رب ان شاء الله. كده اجي دايما ابارك لك في حاجات حلوه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي هبه. انت مش عايزه اقول لك ايه، هبه كانت قد كده، كانت بتجن اصغر من جنى، اصغر من جنى. ربنا يخليكي ليهم يا رب. يا رب امين يا رب امين يا رب، ويخليهم ويخلي لهم ولادهم. امين يا رب امين يا رب. والله بوجودكم كلكم معايا والله. يلا ام ايمن قولي قولي يا ام ايمن، تعملي ايه؟ نورك يا ام ايمن، انت من ربنا بعد طيبين، انت اللي بعد من المحبه يا رب، يا رب حالي جميع يا رب. امين يا رب امين يا رب، وانت فرحانه بايمن باذن الله. امين يا رب امين يا رب امين يا رب، انا عمر باذن الله. امين يا رب يا رب. يلا انا هقعد بقى ونصور. مال هبه؟ الحمد لله على سلامتك يا هبه، والحمد لله انها جت على قد كده. الله يسلمك. الحمد لله يا رب، الحمد لله. قناه ابسط من البساطه. تعمي كمان. حبيبي يا هو وصلنا عند هبه، وصراحه جينا لقينا يعني بتكلم بقى مع الناس الجميله اللي معانا. هبه لقيتي صوري عشان هي فرحانه جدا جدا بفرح الناس. يا هو بقى صوتك كده حاجه مهمه ليها عليكي. وهي بقى معاكوا هبه بتطمنكوا عليها. معلش انا اسفه على منظري، اكيد شكلي وحش. لا يا حبيبتي عارفين ان انا تعبانه زي القمر يعني. انا اللي طلبت من هبه تاني دخولك لحظه العمليات. انا الوحيده اللي شفتها، ربنا يا رب يشفيكي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعالي صباح تصور لك يا رب دايما. لا تعالي انت تعالي صوريها. بصي يلا نقطعه بقى، خلي صباح تصورك. لا ما صوري هبه. ماشي ماشي عشان انا ممكن اصور حاجه ثانيه. انت تعالي يلا حبيبتي، انتوا جايبين البتاع بس؟ اه السكاكين اهي. لا هي دي بيقطعوا بيها. يا جيف لا دي بتشيلي بيها جاي عشان الشيان. طب انت تجيبي كل، امال فين راح مخلي الدبدوب ده؟ ايه
الدبدوب اللي قاعد منور ده ده في شوكولاته هبه ده شوكولاته وده كريم الدبدوب ده الكوتيج فيها شوكولاته تحبي شوكولاته؟ تحبي شوكولاته؟ كيسي هي مجموعة شوكولاتات بالهبل يعني. تحبي الشوكولاته لما ايه؟ صوريها بقى اللي هي الفراولة دي من عندكم. صورة بس. ايوه دوسي في النص على الأبيض ده. ما تعرفيش جيجي. جميح يعني في كل حاجه خالص يعني ده شوكولاته بس كريمه اه ده شوكولاته امسكي طيب كده وانا هجيب لك سكينه طب تعالي هات جي كده ولا انت عايزه ايه لا بقول لها صور كده بس تطلع حلوه انت العصر لفين قوي ما شاء الله شفتي عايزه اي صوره اه يا عايزه صوره ما انا بعتها لك خلاص ماشي خدي طب صوري صوري بقى وانا صوره جماعه ماشي ماشي يعني النص اه وانا بقطع وقفي وقفي الستوب بس لما ماما تجيب السكين الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي مين بيحب الشوكولاته بقى ومين بيحب الكيكه لا تعمليش حساب اطلع نتغدى لو كان احنا مش هنتغدى فانت انت تخدي الغدا معاكم ماشي مرجاني موافقه التوت الحمراء عايزين نصورها لك لا يا حبيبتي كلنا عايزين ندوق ايه لا كنت عايزين لا بقول لك اصل مش انت عايزه لا كنت عايزه البوكيه بتاع ده كده بالتورته بتاعه تحطيهم بس دول بس النص مش كده؟ لا انا عندي اصلا انا مشغله فيديو بصور الاثنين مع بعض. هو حد مختلف يعني واحد يبقى مختلف مثلا. هاتي بقى على الاطباق اه. اجيب على الاطباق وكلكم تتقطعوا. لا وانا بايدي كده بس او من بعيد. شوفوا مين عايز شوكولاته عشان تقطعها. بتحب شوكولاته؟ من بره احمر حلاوه شفا هبه دي حلاوه الشفا بتاعتي حفله الحمد لله على سلامه هبه الله يسلمك يا رب يا حبيبتي حطوا بقى شوكولاته يا رب متجمعين في الخير كده يا رب يا رب يا قلبي يا رب تعالي يا انس روحي اقعدي بقى عايز حته تورته خلاص صورتها هبه تفاحه خلاص بس انا سيبكم تكملوا بقى البيت مش عايزه الفيونك يا زينة بس ما انا وماما بتتغدوا بالليل انتوا بقى وتبقى ما تستناش لما الشغاله بتتغدوا الاول رجليها هتطلع لزينة هتطلع الدبدوب ده شكرا على الرجل ايه ما شالته اهي خدي رجلي قعدت رجلي قعدت هتوديه فين يا هوبا؟ الثلاجة؟ والله العظيم هتحرق بصي يا هبة بصي شكله كيوت جدا دخليه الفرن هتدخلي لا ايوه يا ماما لا تحطه في الفليزر في الفليزر يا هبة كمان الشوكولاتات اللي هي جايه لي مغلفه دي هتاخدها سليمه عندها عندي في البيت الحاجات دي هتاخدها مغلفه كده في البيت كليه يا رب ويترد لكم دايما يا لا لا هاتي شوك ما تجيبلناش حاجه حاضر انا عندي كرباش انت حطي فيها انا احط فيها ما تنسوش اللايك والشير وانت سبسكرايب لقناه عالم بودا وتوت وانا بشكركم جميعا